ذكرت مصادر أمنية أن القوات العراقية استعادت السيطرة على حي زنجيلي غربي الموصل بالمدينة القديمة. وقال قائد الشرطة الاتحادية شاكر جودت أن القوات العراقية نجحت في استعادة السيطرة على حي زنجيلي أحد أحياء المدينة القديمة غربي الموصل بشكل كامل بعد معارك مع تنظيم داعش. وفي السياق، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر للتجوال على قضاء الشرقات بمحافظة صلاح الدين عقب هجوم شنه عناصر تنظيم داعش على ما يعرف بمفرق الشرقات والطريق الرابط بين مدينتي بيجي والموصل.